هذا المعنى، وبعديه أحاديث أخرى هنستعرضها بالفيديو هتعلق لنا حضرتك على كل ما قيل. يعني نطلع نشوف الفيديو بتاع الكابتن خالد الغندور في قناة دريم. أحمد سمير فرج راح قعد مع المهندس سيد القيعي في بيته، ويقال بنسبة 90% أنه مضى للنادي الأهلي. أحمد سمير فرج كان ابن من أبناء النادي الأهلي، سافر لعب في سوشو، رجع تاني النادي الأهلي مع مانويل جوزيه. مانويل جوزيه لم يقتنع به، رحل للنادي الإسماعيلي، تألق في النادي الإسماعيلي، وعقده بينتهي بنهاية الموسم، يعني بعد 10/7 يكون حر طليق، وهو من دلوقتي من حقه إنه يمضي، من حقه إنه يقعد مع اللي هو عايزه، لأن قبل 6 شهور من نهاية عقده من حقه إنه يمضي في النادي اللي هو عايزه. الإسماعيلي ما اتكلمش معاه لغاية دلوقتي، مفيش فلوس. وأحمد سمير فرج قعد مع المهندس سعد القيعي، وبنسبة كبيرة أحمد سمير فرج الموسم القادم في النادي الأهلي. اسمح لي كابتن خالد. إيه رأيك أستاذ إبراهيم؟ لا رأيك أحمد سمير فرج قعد مع عادل القيعي؟ بيتك أنت، في بيتك أنت مش في بيتي أنا. معرفش أنا الحقيقة، والله ساعات بفتكر إن في حد بيتقمص شخصيتي يعني. كلام طبعًا غريب جدًا جدًا جدًا، والثقة اللي بيتكلم بيها يعني بتشككني أنا نفسي شاكك. ربما يكون اسمك كده ولا ربما يكون ده الكلام ده صحيح، إنه قعد معايا في البيت صحيح، أو قعد معايا في أي مكان. والله لم يحدث هذا الأمر إطلاقًا، لا قعدت معاه ولا كلمته. ولا تناقشنا في هذا الامر ولا هنتناقش، لان ببساطه شديده ما هو لسه هو الراجل مرتبط بعقد. ايه فايده القعده يعني دلوقتي؟ ايه ولا فايده؟ ده انا لما يجي لعيب ويجي لي واحد وكيل لعيب اقول لك هو يجي يمضي لك، يمضي لي ليه يا ابني اذا ما اتفقتش مع النادي بتاعه؟ ما لهاش لازم. ايه هيعمل ايه بالتوقيع؟ ما قبل كده ناس جربتها وما نفعتش. انت اديت وائل الاباني فلوسه وعقله كابتن شيكابالا كلهم الحقيقه. صحيح. انما انت ترى الامر ده ازاي يعني؟ هو ده الخطوره يا جماعه. يعني المهندس عادل يمكن عفويا حتى هو بيتكلم اقسم انه ده ما حصلش. فتشوفوا ده الخطر الحقيقي. حتى الفقره اللي فاتت واحنا بنتكلم على الكلام على الرعايه، بلاش نصدر للجماهير توتر زياده، وبلاش نكذب على الناس، لانه هذا الخبر بهذا المعنى ملوش الا معنى واحد. جمهور الاسماعيلي شاغب مع جمهور الاهلي. وعلى فكرة نفس الأصوات ونفس الناس لما كان الأهلي رايح يلعب في المحلة جابوا له فيديو لسنة قبلها كان لاعب في النادي الأهلي قال معرفش إيه على جمهور المحلة، يعني بيقولوا لهم روحوا خدوا بتاركوا بتاع السنة اللي فاتت. من هنا بتأتي الوقيعة. جمهور الأهلي وجمهور الإسماعيلي ليسوا على وفاق حقيقي، هذه مسألة تاريخية لها أسباب أيضا وجدت من يزكيها ومن يغذيها ومن يبث الإشاعات فيها. من يغذيها ما زال يغذيها لغاية لما وصلوها لهذه المرحلة. لكن أنتوا عايزين إيه تاني؟ ما الزمالك يلعب لعب نظيف وتسندوه بشكل نظيف، والأهلي يلعب لعب نظيف وتسندوه بشكل نظيف، والإسماعيلي والاتحاد والمصري. ليه الأهلي لما يروح يلعب بورسعيد تولعوا في الدنيا النار وتحقنوا الجماهير وتسلطوا الجماهير وتقودوا كل هذا التوتر، فالناس الغلابة تروح في داهية؟ ليه كده الأداء غير المسؤول؟ سكندري في تمرين كابتن محمد عامر ما عليه شفاه الله، كابتن إبراهيم حسن في قناة مودرن سبورت، إبراهيم حسن أيضا بيتحدث في نفس سياق. هو من حقه يدافع عن الزمالك بالطريقة اللي يشوفها مناسبة، بس ليه الزج بالإسماعيلي في علاقة ضدية مع الأهلي؟ أعتقد أداء أقل ما أقدر أوصفه به غير مسؤول وغير أمين بالمرة. نشوف إبراهيم حسن في مودرن كورة أو مودرن سبورت بيتكلم إيه في هذا السياق. النادي الأهلي بيعمل حملة على الحكام عشان نادي الزمالك ما ياخدش البطولة. مين اللي بيعمل حملة؟ الإسماعيلي؟ الإسماعيلي؟ الإسماعيلي زينا. الإسماعيلي لا حول له ولا قوة برضه. عمال بيتظلم والضغط وبتاع، وإحنا ضغط، ما إحنا مضغوطين كجمهور الزمالك. ايه رايك الاسماعيلي زيه زينا؟ يعني برضو الحرص على، يعني انت بتتسال على حكم ظلمك، الاهلي ماله؟ يعني انت بتلعب مع المصريه للمقص، الاهلي ماله؟ ما هو الاهلي اتظلم يا سيدي من قبلها في ماتش الانتاج الحربي والقيامه ما امنش، والمقاولين اتظلم، وانت استفدت من ماتش المقاولين جدا والمقاولين اتظلم ومحدش يتكلم. بلاش. طب دي الاسماعيلي والزمالك، ما انت سرقت فوز بالتسلل من الاسماعيلي، هل ساعتها كان ده مقبول وده معقول؟ واتلغى جول الاسماعيلي السنه اللي فاتت هناك برضه نفس الحكاية. وأنا أعتقد شريف جبران مخرجنا بيذكر برضه بالهدف. طب ما نشوف الأستاذ علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي والزميل الإعلامي الكبير شايف المسألة دي إزاي يا باشمهندس. أستاذ علاء،
اهلا بيك حضرتك استاذ ابراهيم. اهلا بيك يا استاذ علاء. حقيقة خليني قبل ما امسي عليك وتمسي على المهندس عدلي، اعزي مجموعه من شباب الاسماعيليه في حادث طريق الحقيقه كان مفجع جدا، راح ضحيته اتنين من الشباب، حادث سير اتنين شباب اسماعيلاويه من جماهير النادي الاسماعيلي، واعتقد الحمد لله ابن حضرتك نجا من هذا الحادث، الف سلام عليه والف رحمه لمن استشهدوا في هذا الحادث وكل العزاء والمواساه لاسرهم يا استاذ علاء. انا بشكر حضرتك جدا طبعا، وعايز برضو معلش يعني اقول يعني الله يرحمهم ان هم ماتوا في حادث سير في مكان او في منطقه نمره 6 بالاسماعيليه، وبكره في وقفه صامته بعنوان اعتذار للملائكه، فيها مجموعه من المطالبات، مطب في المكان، في حفره تسببت في اكثر من حادث، مش عايزين مساءله بعض المسؤولين اللي بيهملوا في واجبات وظيفتهم، ولكن ايضا هيكون في قراءه قران في المكان اللي استشهد فيه رحمه الله عليهم ونصبر يا رب يلهم اهلهم الصبر والسلام دائما يا رب. وبشكرك جدا يعني ان لا لا العفو يا سعاده، ده عزاء واجب وكل المواساه لاسرهم والتعز اليوم، ويا ريت نتمنى اللي حضرتك بتقوله اذا كان فيه خلل فني في الطريق بيؤدي الى هذه الحوادث المتكرره يتم التنبه ليه باذن الله، وده اللي احنا هنعمله بكره باذن الله عشان نقول للمسؤولين يعني تعالوا شوفوا شغلكم. طيب بعيدا عن حادث السير، حادث الرياضه والملاعب اللي انت متابعه زينا اكيد، رايك فيه ايه؟ انا لفت نظري حاجه يعني اللي اتقال ان المهندس عادل القيعي قعد مع احمد سمير فرج واحد الاعلاميين طلع قالوا، وعايز اقول لحضرتك حاجه، ان النادي الاسماعيلي هيتقدم بشكوى الى لجنه تقييم الاداء الاعلامي، ودي يمكن سابقه بتحدث ولاول مره، تجاه كل اعلامي يحاول النيل من الاسماعيلي. اولا احمد سمير فرج هيجدد تعاقده باذن الله مع النادي الاسماعيلي، كل حاجه لها اوانها ووقتها، زي الكلام اللي انتوا قلتوه، هو ايضا في كلام طلع ان المهندس عادل القيعي قعد معاه في احد الكافيتيريات في الاسماعيليه. يعني كمان ده دليل صحه الخبر يعني. ده جديد كمان يعني. وبعدين انا عارف كويس جدا المهندس عادل القيعي بيشتغل ازاي، وعارف الاهلي اداره محترمه، ولكن للاسف الشديد يمكن حضراتكم بتتساءلوا ليه في نوع من انواع العداء ما بين بعض الجماهير الانديه وجماهير او النادي الاهلي. اولا انتوا بتظلموا جدا، اولا اداره الاهلي عمرها ما قالت حاجات بتطلع في الاعلام كتيره، انتوا في بعض الاقلام وبعض السماسره ووكلاء هم اللي بيشوهوا علاقتكم مع كل جماهير الانديه. ومثال بسيط النهارده على عقد الرعايه، اتقال على طول ان كويس كده ان الاهلي حط عينه على معظم اللاعبين المتميزين في الانديه المصريه وهيجيبهم بهذا العقد مع في فلوس في النادي الاهلي، مش كده وبس، وكلام نسب للكابتن سيد عبد الحفيظ ان قال ان ده من حق النادي الاهلي، وان كل لعيبه مصر بتحب تلعب في النادي الاهلي، وبالتالي احنا من حقنا نجيب اي لعيب عايز يلعب في مصر يلعب في النادي الاهلي حتى لو ما انتهاش تعاقده. على فكره يا استاذ علاء بس توقف هنا، هذا تصريح لمسؤولين في نادي الزمالك، احنا حاطين عيننا على كل اللعيبه المميزين وهنختار منهم. لا بقول حاجه، لا يعني بعيدا عن تصريحات مسؤولين نادي الزمالك، انا بقول لا قالوا هم انه من حقهم ده يعني. اتفرج في الاعلام بيخوفوا الناس، يعني الاعلام هو اللي تحدث صدقني ان الفلوس اللي هتيجي للنادي الاهلي هتذهب لاخذ احسن لاعبين في الانديه الاخرى، وحددوا الاسماعيلي والزمالك كمان. وام بي وبتروجيت وكلام كتير. يعني هو ده اللي مضايق الناس من العقد يمكن بقى. يعني بص حضرتك، انت من حق النادي الاهلي يستغل اسمه احسن ما يمكن، وده نجاح كبير، وانا بحيي النادي الاهلي عليه حقيقي، وبحيي المهندس عادل القيعي وكل المسؤولين، ده من حقكم.